النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولكن ليعلم أن هذا في العطايا، في العطاء يجب أن يعدل بين الأولاد، أما فيما يحتاجون إليه من نفقة فالعدل أن يعطى كل ولد ما يحتاج إليه بقطع النظر عن الآخر. مثال ذلك: لو أن البنت مثلا احتاجت إلى ثوب في العيد مثلا بخمسمائة ريال، والولد احتاج إلى ثوب بمائة ريال، فنشتري للبنت هذا الثوب بخمسمائة ريال، هذا هو العدل، ونشتري الولد ثوبا بمائة ريال، ولا يلزم أن نعطي الولد مثل ما أعطينا البنت مضاعفا، لا، لأن هذه نفقة، فما يحتاج إليه في النفقة العدل في النفقة أن يعطى كل شخص ما يحتاج إليه. مثال آخر: احتاج الولد إلى ما يسمى بفسحة، فسحة المدارس مثلا، من في الابتدائي كم يأخذ؟ الله المستعان، كان أول يعطى ريالا ثم ريالين، والآن خمسة وعسى تكفي. المهم نقول مثلا خمسة ريالات، من في المتوسط أو من في الثانوي يحتاج مثلا إلى عشرة، فالعدل ماذا؟ أن نعطي كل شخص في النفقة ما يحتاج إليه. مثال آخر: الولد في الجامعة يحتاج إلى سيارة، وهذا ولد في المتوسط أو في الابتدائي، وهذا الولد الذي في الجامعة أو في المرحلة الثانوية مثلا في ثالث ثانوي يحتاج إلى سيارة، فهنا نعطي من في الجامعة سيارة، ولا يلزم أن نعطيه، بل لا يحق لنا أن نعطي من في الابتدائي أو في المتوسط سيارة. لكن تنبه، وهذا أمر يتعين على الأب أن يتنبه له، وهو أن السيارة لا تكتب باسم الولد، لأنه لو مات هذا الأب تعود هذه السيارة للورثة. المقصود من السيارة أن يملك أو أن ينتفع، أن ينتفع لدفع حاجته، أن ينتفع لدفع حاجته. بعض الناس يمكن يكتب السيارة باسم الولد والولد لم يدفع فيها ولا ريال واحدا، فلا يجوز، تبقى باسمك أيها الأب، ولكن لينتفع بها هذا الابن بناء على حاجته، بناء على حاجته. لو كتبت باسمه لهذا الغرض من أجل أنه مثل ما يحصل الآن، مثل ما يسمى بالمخالفات المرورية حتى يرتدع، فلا بد أن يوثق توثيقا من أن هذه السيارة ليست ملكا له، فانتبه. مثال آخر: ولد بلغ سن الزواج يحتاج لأن يتزوج، سيدفع له مثلا من المهر لنقول مثلا خمسين ألف، تكلفة الزواج مثلا نقول سيدفع الأب له خمسين ألفا، ما يلزم أن نعطي من في المتوسط أو الذي لم يبلغ سن الزواج، لا يلزم أن نعطيه خمسين ألف، لأن هذا وجدت عنده حاجة، ماذا؟ حاجة الإعفاف، فيعطى. واضح؟ الأكل في الأولاد أنفسهم يختلفون في الأكل،
كذلك قضية الأكل مثلا، والله مثلا ربما مثلا تقف كما يجري سؤالك في محله، ربما مثلا تقف عند مطعم من هذه المطاعم، لا نريد أن نسوق لها لكن ولا أذكر اسما، لكن مثل هذه المطاعم، هذا والله يحتاج إلى وجبة مثلا لأنه صغير مثلا ب10 ريالات، وهذا يحتاج إلى وجبة والله لأنه كبير ب20 ريال، ها يعطى هذا ما يحتاج إليه وهذا ما يحتاج إليه. واضح؟ المقصود من العدل بين الأولاد فيما ليس ها من خصوصية النفقة، يعني ماذا؟ يعني شيء لا يحتاج إليه.